بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حقوق الوالدين إلى آثار في الحياة قبل الآخرة، قبل الآخرة تظهر آثار العقوق في الدنيا قبل الآخرة. اللي عق والديه ما يتوفق بالحياة، صدقوني. جيبوا لي واحد عاق بوالديه وتوفق في حياته، ما في. وإلها نتائج مدمرة، أحكي لكم هالقصة يا أخوان. صلوا على محمد وآل محمد. واحد من الخطباء في إيران يقول: يوم من الأيام أنا رحت زرت عالم من العلماء، زرته سلمت عليه، عالم كبير. يقول: كنت جالس عنده لما التفت إلي العالم، قال لي: شوف أنا عندي موعد، حابب أروح أزور مريض شاب مصاب بالسرطان، حابب أروح أزوره، تجي معي؟ هذا الخطيب يقول: أنا احتراما للعالم وسعيا للثواب قلت له: نعم نعم، أنا ما أمنعك من مواعيدك، تفضل أجي معك، اللي يمشي معي. فخرجت أنا وهذا العالم الجليل وتوجهنا إلى دار شخص شاب بالثلاثينات من عمره، مصاب والعياذ بالله بمرض السرطان، تومر صار طايع في مخه في دماغه، والأطباء قالوا لي: ما عندك إلا أيام فقط. دخلنا على هذا الشاب، جلسنا عنده، قرينا له دعاء. يقول: لما كنا جالسين عند هذا الشاب، وإذا بالشاب صار يبكي يبكي، فإحنا تألمنا لهذا الشاب وتصورنا أنه يبكي لقرب حلول أجله، الأطباء قالوا له: بعد شهر تموت. فإحنا تأثرنا لهذا الشاب، أنا والعالم تأثرنا لهذا الشاب المصاب بالسرطان، اللي الأطباء أيسوا قالوا له: هذا المرض خلص ما تنجو منه، رجعوه على البيت، ما في أمل، توقف العلاج. يقول: هذا الشاب صار يبكي، بعد شوية هدأت فورة بكائه، فقلنا له: ليش عم تبكي؟ قال: أنا ما عم أبكي لأني أنا رحت أموت بعد شهر أو شهرين، أنا عارف حالي رحت أموت، هذا ليس سبب بكائي. قلنا له: ليش تبكي؟ قال: أبكي لأنه أبوي قبل فترة، قبل سنوات توفي، وقبل أن يموت أصيب بمرض، وأنا كنت في العاصمة في طهران أشتغل موظف، ومضى على مرض أبي 3 أشهر وأنا ما رحت زرت والدي، إلى أن يوم من الأيام بعد مرور 3 أشهر على مرض أبي. الشاب عم يحكي، الشاب اللي يموت يقول: بعد 3 أشهر قررت أن أذهب أزور أبي المريض. الشاب يقول: بس دخلت على أبوي وشافني والدي صار يبكي، قلت له: بي ليش عم تبكي؟ قال: ابني حبيبي، أنا صار لي 3 أشهر مريض، أنت ما سألت عني، ما رق قلبك لأبيك، ما أنا مريض وأنت ابني الوحيد، ما فكرت تجي تسأل عني، صار لي 3 أشهر أنا مريض نايم في هذا السرير وانت ما سألت عني يا ولدي. يقول هذا الشاب: فانا قلت لابي، قلت: بابا ما انا مشغول، انت ما تعرف انا مشغول. قال لي: حبيبي اعتبرني واحدة من مشاغلك، مشغول اعتبرني واحدة من مشاغلك، عندك 50 شغلة خليني واحدة من الشغلات، ليش ما تعتبرني واحدة من شغلاتك؟ مرتك مهمة، واخت مرتك مهمة، وأهل مرتك مهمين بالنسبة إليك، والبزنس مهم، وأصدقائك مهم، والأرجيلة مهمة، وشد الورق مهمة، والمسلسلات مهمة، بس لما يجي الدور لأمك وأبيك تقول: ما عندي وقت. فوالدي قال لي: بابا اعتبرني، كنت تعتبرني واحدة من مشاغلك، ما قدرت تعتبرني واحدة من مشاغلك. فقلت لأبي: معلش يلا بابا سامحني سامحني، هلا شو بدي أعمل؟ جلست عند أبي المريض شوي، بعد ساعات
قمت قال لي بي وين رايح؟ قلت له راجع على طهران عندي شغل أنا ما فيني أبقى هون. فخرجت من الغرفة من عند أبي والدموع والدي تنهمر على خد. وبعد أسبوع توفي أبي. الشاب يقول أنا الآن كل ما أتذكر منظر أبي وتقصيري تجاه والدي وبكاء لما شافني قلبي يحترق فأصير أبكي أصير أبكي. انتبهوا يا أخوان انتبهوا 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 جدا. هذا العالم الخطيب اللي رايح زايرة يقول أنا لما سمعت هالكلام سرت القشعريرة في جسمي قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. العالم اللي جاي معي قال لي شو اشبك شو صار فيك؟ قلت له خلي سيدنا خل نطلع برا احكي لك شو صار فيه. اسمح لي دقائق خل نطلع برا من هذا الشاب ما بدي احكي قدام هذا الشاب خلينا نطلع من هون لاحكي لك شو صار فيه. قمنا انا والعالم طلعنا برا. قال لي العالم شو اشبك شو صار فيك؟ قلت له سيدنا لما هذا الشاب حكى لي هاي قصة أبوه وعرفت أن معاه سرطان تذكرت حديثا لرسول الله. اسمعوا يا أخوان اسمعوا يا شباب اسمعوا أنتم اللي عندكم أباء وأمهات اسمعوا. يقول تذكرت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شنو الحديث؟ الحديث يقول من آذى أبويه أصيب بداء لا دواء له. هذا أصيب بالسرطان ما الأحلى. اعرفوا قدر آبائكم أعزائي اعرفوا قدر أمهاتكم. تشوف أمك انحني بوس إيدها تشوف أبوك انحني بوس إيده تمشي مع أبوك ما تتقدم عليه امشي وراه. لما تشوف أبوك بده يلبس حذاءه تشرف وأقول تشرف انحني انزل إلى الأرض ولبس أبوك حذاءه مثل ما تلبس ابنك الصغير حذاءه وهذا الشرف وفخر إلك. ولما تشوف أبوك بده يطلع يروح على مشوار على المريض على الحكيم ما تقول له بابا والله أنا اليوم مشغول أنا مشغول بالدوام اترك الدوام. ولما أمك المسكينة بدها تروح عند الحكيم ما تقول لها والله أنا اليوم عندي سهرة مع أصحابي أنا اليوم عندي شغلة أنا بدي أخذ مرتي. لا ترك شغلك ترك شغلك روح وصلها لأمك عند الحكيم. مو هي تطلب منك مو هي تطلب منك أنت عرض حالك أنت تجي تقول لوالدتك قول لها أمي شو بدك شو المطلوب شو المطلوب أنا حاضر. ما تخلي والديك يطلبون منك انت بادرهما بالسؤال. انت روح قول يا بي يا حبيبي يا تاج راسي شو المطلوب شو بدك مني انا خادم عندك. تتشرف تكون خادم عند ابوك تتشرف تكون خادم عند امك تتشرف. كان واحد يحكي قصة يقول انا تخرجت من الجامعة بالبلاد مش هون يقول درست في بريطانيا انا وزميلي رجعنا إلى البلاد. يقول هذا زميلي كل ما يطلع مع والدته ومرته يطلعون مشوار عند ناس يقول ما يفوت مع أمه وما يطلع معها يتأخر. يوم من الأيام قلت له ليش أنت هيك تعمل؟ قال مو أمي مش متعلمة أستحي لما الناس يشوفوها هذه مرة أمية. تستحي ها؟ هذا البطن اللي جابك هذا البطن اللي حملك 9 أشهر أنت كنت في بطنها عرضت حياتها للآلام وللمخاطر وشافت الموت بعينها قبل لا تجيبك يا قليل الـ 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 الرحمة والرأفة. 9 أشهر من الآلام وليش هي تخلص ما تخلص بس جابتك كلكم كنت تعفن حالك بحفاظتك هي المسكينة تقوم تروح تبدلك وتريد أكل هي تروح وتستيقظ في الليل وتصير تبكي ويرتفع صياحك تقوم بعدك صوتك ما طالع هي تقوم تلحق عليك تعطيك الحليب وتنيمك وتحطك إلى جانبها. اليوم تذكرت أنها أمية ما رايحة على الجامعة ها؟